حبايبي الطلبة أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل بال جميع الطلبة، هو إزاي أكتب باراجراف مثالي وإزاي أقدر أجيب الأفكار اللي هتمكنني من كتابة الباراجراف، وكمان إزاي أرتب الأفكار دي، ويا ترى شكل الباراجراف بيكون عامل إزاي، ويا ترى هل هو شكل الإيميل ولا مختلف عنه، ويا ترى هل هو شكل الليتر ولا مختلف عنه. هناخد النهاردة إن شاء الله إزاي أكتب باراجراف، وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنشوف إزاي نكتب إيميل. طبعا يا حبايبي عشان اكتب باراجراف لازم اكون عارف ان المصحح بيهتم بثلاث حاجات اساسيه في الباراجراف. اول حاجه وهي الفورم، الشكل بتاع الباراجراف. طبعا شكل الباراجراف لازم يكون عباره عن وحده واحده، الباراجراف لازم يكون وحده واحده لا تتجزأ، يعني ما ينفعش اقف في نص السطر واكمل، لا لازم كله يبقى وحده واحده بالمنظر ده. اول حاجه بسيب اندنت، يعني فراغ في اول سطر، لازم الفراغ ده في اول سطر يبقى حوالي سنتي او سنتي ونص، وبعدين ابدا السطر الاولاني. يعني طيب اوصل لغايه نهايه السطر وبعدين ابدا السطر الثاني من اوله، اكمل بالمنظر ده بالمنظر ده، ايوه لغايه الاخر، وبعدين نفس الكلام السطر اللي بعده من اوله لغايه الاخر، وبعدين السطر اللي بعده من اوله لغايه الاخر، وبعدين السطر اللي بعده من اوله لغايه الاخر، وبعدين السطر اللي بعده من اوله لغايه الاخر لغايه ما اخلص الباراجراف. يبقى الباراجراف بتاعي لازم يكون وحده واحده، يعني ما ينفعش اقف هنا وابدا من اول السطر، لا لازم كله كده بكمل لغايه اخر السطر. اوعى تنسى لازم بسيب في الاول اندنت، اندنت يعني فراغ في اول سطر، لو ما سبتوش دي اول حاجه بتعرف المصحح ان انت ما بتعرفش تكتب باراجراف ويبدا ينقصك في الدرجات، لكن لازم اسيب الاندنت دي عشان ابين له ان انا بعرف ازاي اكتب باراجراف. دي اول حاجه في شكل الباراجراف. تاني حاجه في شكل الباراجراف لازم اخلي بالي من البانكتويشن، البانكتويشن اللي هي علامات الترقيم. طبعا من الحاجات المهمه جدا هي علامات الترقيم، لان ناس كتير بتنسى تحط علامات الترقيم وبتنسى تبدا بحرف كابيتال في بدايه الجمله، في نهايه الجمله بينسى خالص ان هو يحطه في الستوب، لو في سؤال بينسى تماما ان هو يحط كويستشن مارك، لكن دي من الحاجات اللي المصحح بيدقق عليها جدا وبيعرف اذا كنت انت بتعرف تكتب باراجراف ولا لا. يعني لما تيجي تقول لي مثلا I visited Alex yesterday، يعني انا زرت اسكندريه امبارح. طبعا هنا مهم جدا ان انا بدات بكابيتال لتر، يعني حرف كابيتال، وبعدين في نهايه الكلام بحط في الاستاب. لما يجي اسم شكل اسم بلد مثلا اليكس ما ينفعش ابدا بسمول لتر، لا لازم ابدا بكابيتال لتر. يبقى هنا لازم اخلي بالي ان انا حطيت في الاستاب في نهايه الجمله. طب لما اجي ابدا يا ترى هقول اي ونت وذ واكمل؟ قال لي لا طبعا ما ينفعش ابدا بحرف سمول في بدايه الجمله الجديده، لا لازم ابدا بحرف كابيتال، يعني لازم اقول اي بالمنظر ده وين with my family، يعني انا رحت مع اسرتي. يبقى لاحظ ان انا لما جيت ابدا السطر الثاني بدأته من اول السطر، لكن الاولاني كان في فراغ. طب وبعدين خلصت حط نقطه. طب يا ترى لما اجي اقول we went by car، يعني احنا رحنا بالسياره؟ طيب يا ترى هقول w small؟ قال لي لا طبعا لازم ابين له ان w capital، يعني كبيره بالمنظر ده، واقول we went by كار، يعني انا رحنا بالسياره في الستوب. يبقى لازم ابين له حبايبي علامات الترقيم وابين له ان انا عارف ان انا ببدا بحرف كابيتال بعد نهايه كل جمله وبدايه جمله جديده. ده بالنسبه لشكل الباراجراف. طيب تاني حاجه بيدالي عليها بقى المصحح وهو الكونتنت. الكونتنت وهو المحتوى، المحتوى بتاع الباراجراف بتاعي. قال المحتوى لازم يكون عايد كله على موضوع الباراجراف، يعني لو انا بتكلم مثلا عن الريدنج، الريدنج دي معناها القراءة، يبقى الريدنج دي هي الفكرة الاساسية بتاعتي. طيب عشان اكتب عن الريدنج لازم احط لنفسي الاول topic sentence. يعني ايه topic sentence؟ جملة موضوع. جملة موضوع يعني الجملة اللي فيها الفكرة العامة، الجنرال ايديا اللي انا هتكلم فيها عن الموضوع.
طيب، وهنا الفكرة ديت لازم تكون عامة، يعني بشكل أوسع من الريدنج. يعني هاخد الريدنج دي هلاقيها إنها هوبي، يعني هواية، فإذا أنا هتكلم عن الهوايات بشكل عام. بعد كده لازم أشوف الإمبورتنس أوف ريدنج. واتس مين باي إمبورتنس؟ إمبورتنس يعني الأهمية، يبقى لازم هتكلم عن أهمية القراءة. طيب لازم أتكلم عن أهميتها كهواية. بعد كده هقول وير I can read، يعني فين انا اقدر اقرا تاني، where I can read. بعد كده اقول when I can read، يعني يا ترى اقدر اقرا امتى. بعد كده ممكن اتكلم عن الادفايس، يعني النصايح اللي انا ممكن اديها للناس عشان يقروا. وهنا انا ببدا احط الموضوع وابدا اجيب الافكار اللي انا هتكلم فيها عن الموضوع ده. وبعد كده بتجيلي الكونكلوجن. الكونكلوجن يا حبايبي اللي هي الخاتمة. الخاتمة دي يعني الكلام اللي أنا هختم بيه الموضوع. تاني، الخاتمة يعني الكلام اللي أنا هختم بيه الموضوع بتاعي، ودي بيكون جملة قصيرة بلخص فيها كل الكلام اللي أنا قلته. آخر حاجة بداء عليها المصحح وهو الجرامر. الجرامر اللي هو القواعد اللغوية أو اللغويات الموجودة في الباراجراف. لازم أخلي بالي هنا أن تكوين الجملة صحيح وأن الزمن اللي أنا كاتب فيه الجمل ده بيكون صحيح. تعال نشوف مثال معنا على A day you spent in a place or a visit to a place، ودي من الموضوع المشهورة جدا اللي بيجينا في سؤال الباراجراف دايما. لو أنا شفت A day you spent in a place or a visit to a place، لو أنا شفت الفكرة العامة بتاعته هلاقيها أنها holiday. يعني holiday يعني اجازه. طبعا لما اجي ابدا الباراجراف بتاعي قلت بسيب indent، وindent يعني فراغ. اوعى تنسى تسيب الفراغ ده دايما في اول سطر، لانك لو ما سبتوش دي اول حاجه هتبين للمصحح ان انت ما بتعرفش تكتب باراجراف. طيب لما اجي اكتب عن الفكره العامه وهي الهوليدايز اللي من خلالها هدخل على الفيزيت تو ا بليس اور ا داي اي سبنت ان ا بليس، هقول مثلا جمله الموضوع بتاعتي اول بيبل، يعني كل الناس لايك هوليدايز، يعني كل الناس بتحب الاجازات. تاني، اول بيبل لايك هوليدايز، يعني كل الناس بتحب الاجازات. تاني حاجة قلت بذكر الاهمية بتاعة الاجازات دي اكيد، فاذا هقول holidays يعني الاجازات or، يبقى لاحظ ان انا في السطر التاني بدأت من اول السطر، يعني ما ينفعش ابدأ برضو اسيب indent، لا هبدأ من اول السطر. are very important to us or for us، يعني الاجازات دي مهمة جدا لينا. هبدأ اقول هي مهمة لي. طبعا they help us، يعني هي بتساعدنا to relax، ان احنا نسترخي، and refresh our minds، طبعا بتساعدنا ان احنا نسترخي وكمان نريح اعصابنا او نجدد نشاطنا. خلي بالك ان انا بعد نهاية كل جملة بحط في الاسطوب بتاعتي وبينها للمصحح عشان يعرف ان انا نهيت جملة وهبدأ جملة جديدة. ولاحظ ان لما ابدأ جملة جديدة ببدأ بكابيتال لتر، اوعى تبدأ بسمول لتر. وبعد كده هبدأ ادخل بقى على موضوعي اللي هو الهوليداي بتاعتي او اليوم اللي انا قضيته في مكان او الزيارة في مكان. هناخد مثلا الزيارة دي كانت لأليكس. طبعا هبدأ اقول I like holidays very much، يعني انا بحب الاجازات جدا. last year، لاحظ يبقى هنا في الاسطاب وهنا capital letter. last year I visited Alex. Alex اللي هي اسكندرية. طبعا زرت اسكندرية، عادي بقى اي مكان يجيبه لك انا هغير Alex بالمكان ده. يبقى اول حاجة هقول انا زرت المكان. ببدأ اقول انا زرت المكان مع مين او رحت مع مين، وابدأ اقول انا رحت بايه، وببدأ اقول وصلت امتى. دي كلها الافكار اللي انا هكتبها في الزيارة للمكان. يبقى اذا هقول I went with my friends، يعني انا
رحت مع أصدقائي. هبدأ أقول إحنا رحنا بأي وسيلة، فهقول we went by car، رحنا بالسيارة. طيب هبدأ أقول قعدنا فين أو قعدنا لمدة قد إيه، فهقول we stayed in a hotel، يعني احنا قعدنا في فندق. هنا ممكن ادي مواصفات الفندق واقول it was very comfortable، يعني كان مريح جدا. وهنا بقى المفروض ابدا اتكلم عن النشاطات اللي احنا مارسناها هناك او الاشياء اللي احنا اديناها هناك. فمثلا هبدا اقول we went to the beach and swam in the sea. لاحظ ان لازم ابين الفلسطاب ولازم ابين ان انا بادئ بحرف كابيتال. We built sand castles. We visited Alexandria Library. It's a fantastic place. There are many kinds of books there. We visited Kite Bay Citadel. ولاحظ الترقيم بتاعي ان انا في الترقيم دايما اسماء الاماكن ببدا فيها بكابيتال ليترز. ممكن اتكلم عن قايتباي سيتاديل فاقول it is very old but beautiful، هي قديمه لكن جميله. طبعا هنا ممكن اقول قضينا وقت قد ايه هناك، فممكن اقول we spent 2 days in Alex. طبعا ده لو هي زيارة، اما لو هو يوم طبعا مش هقول ان انا قضيت يومين ولا حاجة، لو هو يوم يبقى خلاص مش هقول الجملة دي خالص، اما لو هي زيارة فانا هقول ان انا قضيت يومين هناك. طبعا هنا لازم اقول ان انا استمتعت بالاجازة دي جدا، فهقول we enjoyed our visit. طبعا هنا يا حبايبي ممكن اختم او اعمل جملة ختامية ابتديها بكلمة finally. كلمة finally معناها في النهاية. I advise all people، يعني انا بنصح كل الناس، to visit this beautiful city، يعني ان هم يزوروا المدينة الجميلة دي. وبكده يبقى انا قدرت اكتب باراجراف. الباراجراف كله عبارة عن وحدة واحدة وكلها بتتكلم عن نفس الموضوع. شكل ما قلتلكو ببدأ بالتوبك سنتنس بتاعتي وبعد كده ادخل على موضوعي. اهتم جدا بالاندنت يعني الفراغ، واهتم جدا بعلامات الترقيم الكابيتال ليترز عشان ابين المصح ان انا بكتب باراجراف كامل وبشكل منسق. Thank you very much for watching. لو عجبك الفيديو يلا لايك وشير وسبسكرايب وشير لكل زمايلك يلا عشان يقدروا يكتبوا باراجراف مثالي في الامتحان.
بس ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.